مش كتعاودوا مزيان. ايوا اليوم عندي كل شيء واجد، وجدت لي بهيجه الله يعطيها الخير. عندي هاد الباغيت، ميني باغيت، عندي مسيمنات، هاد لي كيشاطريات جوج نسخنهم تما. ايوا وعندي هذا ميني بيتزا غادي نعمرهم. هاد الحليوه شاتت لينا حطيناها في هاد الطبيصيل. وعندي هاد الدجاج راه غسلته بالملح والحامض، ها هو. عندي هنا بطاطا قالت لي من ديك النهار درت فيها الماء وخليتها في الثلاجه. وعندي هذيك اللي كتعمر ساشي كدار فيها العطريه وكتدخل في الفران. غادي نديرها هي والدجاج والبطاطا والفيرميسال. وخليكم معايا. هنايا درنا الماء باش يطيب الصفه، غنديروها ان شاء الله بالليل. تشهات اختي قلنا لها نديرو الكسكسو، قالت لك لا ديروا لي غير الصفه. غنديروا الصفه هنايا. لكم الشافه خديجه ام البنات خعيانه مسكينه. السلام عليكم. ناضت الورد والوريدات حبيبي العزاز الغالي، هذه راه باغا تخولكم ليا باش تديكم القناه ديالها. فهمتوا دابا بشويه بشويه كندخل لكم القليب. واخا كنبان انا راه حيت هذيك ديالها كان عليا نسمي حنان. ايوا قلتها لك ما بغيتيش. حنان بنت بنت نعيمه البدويه. ما بغيتيش قلتي لي ماشي مشكل كلشي ديالك. السميه ديالي والوراق وداك الشيء غيتكتبوا في سميتها هي. وهانت وانا متكيعه تنسمع فيها نتوما هي. ايوا قولي لي من الورد والوريدات. كل واحد اختي وطريقته. الورد والوريدات مرحبا بكم برفع واشركم. تحيه لناس تونس تحلقت علينا واحد السيده. شوفي يا بنتي علاش انا ما كنبغيش نقول سميات، كنت كنقول الجزائر وتونس وليبيا والسعوديه وقطر. الصراحه كانت كتقولها ماما ملي يلا بدات القناه وانا كنبقى نقول لها ماما واش كتبقي تقولي تونس قطر الكويت واش هادو متبعينك. والصراحة بسبابي هي كانت كتقول كل شيء، شويه ولات كتقول جميع الدول باش حتى واحد ما يتقلق. حتى واحد ما يتقلق. ايوا حنا كاع ما كنصحابو توانسه متبعينا. لا لا انا نقولها ضروري غيتبعونا، علاش ما يتبعوناش؟ تحيه للخوتي حيت ما عمرهم ما طلعوا معنا في شي لايف ولا. وليداتي وليداتي تونس ديديكاس ليكم كبيره من المغرب حتى لتونس. وراكم عزاز وغاليين، وراكم وليداتنا وبنياتنا وبحال الجزائر بحال تونس بحال يلا غنقولها لك بحال بحال وليداتي. من اللي كنقول الدول العربيه يعني راه كلكم وليداتنا وخوتنا. حديتو مغرب. تحيه للمراه المغربيه فين ما كانت ديما كنقولها. انتما خوتي هذه راه ما بغيتش ندير كل شيء حتى ما تكالش داك الشيء ومازال كيكثر ياك. كتزاد شويه. بغيت ندير الكسكسو حيت الطلب ديالكم قلتوا لي لا خصك دير الكسكسو العادات. وانا اخوتي ما يمكنش ندير الكسكسو ما غياكلوش ليا بناتي. ما بغاتوش قالت لي سولنا مريم اختي اللي غتجي عندنا ضيفه اللي غادا تجي عندنا لا ديروا غير الصفه. سولتها قالت لي ماما لا ديري غير هذا غير الصفه ديري لنا غير الدجاج راه غندير على الفخيضات مع واحد. دابا نوريكم الطريقه بسم الله. هادو راه الا كان كيلو كديروا شي نص كاس ديال الزيت. ديما اخوتي القراعي اللي عندكم هكا ديما مسحوهم. انا راه ما نبغي القرعه ديال الزيت تلقاه هكا كتقطر حتى كتخسر البلاصه كتولي تعلك. ولي تعلك بلاصه. تحيه للمراه المغربيه والعربيه راه فين ما كانوا البنيات نقيات وحادقات وتبارك الله عليكم. وانا اخوتي كنحب كل شيء. نحب المغرب، نحب تونس، نحب الجزائر، نحب انا قلبي كيحب كل شيء الحمد لله. وكنقول حتى اوروبا مرحبا بهم. اوروبا اوروبا كنت تقول لنا واحد الاستاذ شوفي هانتي فيه الثومه فيه البزار فيه البزار مليوح عليها حيت من عند العطار. كنبغيكم كلكم ابنياتي كل من دخل عندي راه كنشكركم شكر كبير. الله يصلحكم والله يخليكم اليوم بربع واشركم باش ما تمنيتو ان شاء الله الصحه والسلامه دابا وما يكون على خاطرك ابنيتي الحبيبه. ما تقلقيش ليا راه قلت لبنتي كتبي لها كومونتير وقول لها سمحي لي الحبيبه وانت خصني نقيها بعدا. دابا درت ليها الزيت بسبستها بالزيت بسبستها كاع هاي هاي معجن الثومه القشور ديال الثومه دابا مع تيكون العجاج وراه مدخله لداخل. يلا خليكم معنا تديرها في الكسكاس. بلاتي نديرها في الكسكاس ونهضر معاهم وناخذ وندي نجيب معاهم في الكلام. وبركة ما بغيناش داك الشيء يكون طويل. لا راني توكلنا على الله.
صلي وسلم على سيدنا محمد الحبيب. انا راه الا بغيت نطيب الحاجه تا نتشاور مع بناتي، كاين الحاجه اللي ما كياكلوهاش قلت لها نجاو. بسم الله. دابا غتاخذ هذيك الساشي، لا والو هذا خطر، الساشي ديال هذا العجب. العجب هذا العجب اخوتي اللي تخوي الكبش نتي عا خلي الروينه في الكوزينه تنسالي ونجمعو كلشي. غنديرو معاها حتى البير ميكسال، هادي الكاع عليها هاتي ها واحد الطروفه ها خليهم. وهادو اخوتي راه معصولين الفخيضات، غير الفخيضات بناتي مكياكلو الصدر الفخيضات بوحدهم. بسم الله على بركة الله. الصدر يبغيوه مشوي ولا طايب بهاديك كاس. هادي فاس قطعتيها؟ لا ايوا خصك تقطع شويه. هاك قطع شويه. مي زهره دارتها لينا، دارتها واحد النهار ديريها ديريها باش ما تبقاش معجنه. كيديروها مبخره هما، كيديرو الفيرميسيل وبطاطا. نصفو طلقي حيدي يدك. وبطاطا والدجاج كيديروهم في جا واعره ولكن ما كليناهمش، كيديروهم في سميتو حنان في البرمه. انا كنت مريضه، انا كنشوف فيهم من بعيد. كانت مرضات مسكينه حنان. راه الشبكه الاخرى راه سهله يضيقها علينا. نقطعها شويه. بسم الله ديريها حتى هذا انت. لا لا ديريها انا ندير هكا هكا زعما زعما رتي عارفه فاهمه. انا واعره بغات توريكم زعما راهي فاهمه انا خطيره. ايوا هنا غادي ندير سلطه، غنديرها بطوماط انا ديري ليا شالاتي، وندير الخيار وندير مطيشه منقيه الخس. انا عندي المعده طايبه ما يمكنش ليا ناكل القشره. بركه ما ديرهاش بزاف باش تبقى طويله. يلا بسم الله هنا بركة الله. واللي توحم سمح لينا، دخلنا عليكم بالله الا ما كاوتر بنيتي سمحي لينا. مرحبا بك. ما واش غندير ملي تجي للمغرب؟ مرحبا بك. عرفتي اش غندير؟ غنديرها في شي باني وتنخلطها مزيان عاد نديرها تما. لا لا تهنا. لا مزيان والله غتخلط حسن. صافي هكا باش تخلط حسن. صافي خليها شويه طويله ما تبقاش بحال المكرونيه. قلت رخيصه ياك ما حاره هذيك المره درناها. بسم الله زيدي فيها محل الكمثرى. زيدي فيها زيدي فيها شويه العطريه. كنزيد فيها زيدي مريم زيديني شويه العطريه. ما غتعرفش هاك شدي عليها بحال هكا عندك صبعك. السلام عليكم المتتبعين، قول لهم شكرا ومبروك على شركم. غنزيد شويه ثومه بودر. هضري هضري ديك النهار قالوا لك عا هضري نسحب واحد حالة اللي كتهضر. لا لا هضرت بحال حيت سلم الوريدات برك على شرفي. يلا بازي واحد جوج ثلاثة. زيدوا شوية عطرية الدجاج الملحة زيدوا مليحة واش الملحة قزبرة ما يبنوس. لا لا صافي كامل قزبر وصافي غتبدلي لها المذاق. قزبر قزبر المذاق يبقى هو هذاك. لا صافي ودابا من الاحسن عاد تخشيها في هذا باش تخلط لينا مزيان. شدي معايا دير زيت العود حتى الفوق ورشي شويه زيت الباب شويه زيت العود من الفوق. ايوا ها هي ديناها وتقبت درت لها واحد التقيبات هنا في الجناب وغندخلها للفران. نتوما عندي الصالاد ندير في الصالاد الخس غنشوي هاد الفلفله حتى هي معاها. غادي نشوي هذيك الفلفله وحتى هي غندير معاها الصالاد الخس ومطيشه سوغيز والخيار. غندير واحد البصيله وهاد الفلفله مشويه. ها انتم اخوتي راه خويت عليها الماء شربات الماء وباقي هذا غنديرها دابا في كسكاس تصفى. البنيات المبتدئات راه ساهله السفه. انا ما كنتش كنعرف ليها وكنت كندير لها سبعه المرات وعمرنا ما كليناها. ديما التفويره الثالثه ولا الرابعه
تا كنشم الريحه كنلقى البرمه والشعريه وكلشي مشى تحرق. سبعه المرات كنبقاو نفوروا فيها. ودابا البنات المبتدئات ها نتوما راه ملي دابا حيدتها من سميتو من الكسكاس على الماء ديالها. لا الماء بارد لا بغيتو تخويو عليها الماء ديالها تخويو. انا درت غير الماء بارد شتيها نتوما وغادي نعاودها تعاويده والاخره ثالثه ثابته ثالثه صافي ثلاثه ديال هادو شتيها راه كتبقى ما كتلص هانت كتفرك ما كتلصق ما حتى شي حاجه ولكن دهنوها بالزيت مزيان. دابا غادي نصاوب بيتزا. انا درت لها الصوص ودرت طون غندير واحد الفليفله ايوا سميت هذيك موتزاريلا واحد الزويتينه والزعتر وندخلها للفران. شوفوا انواج كتحك ليا سميتها انواج موتزاريلا كتحك ليا موتزاريلا. شوفوا شوفوا شوفي اليديات وانواج صايمه تبارك الله اليوم ياك حبيبه. قولي شي حاجه. وي وي يحفظكم وليداتكم. وينو شنو قلتي؟ وي يحفظكم وليداتكم. وشوفوا انواج كتحك ليا موتزاريلا وكتعاوني باش نديرو بيتزا ياك انواج. ودرتي بيتزا؟ درتها وانتي غتعاونيني باش نصوبوها باش نقادوها. وشنو غتقولي ليهم؟ باي باي. بلاش قلتي ليا قبيله. يحفظ ليكم وليداتكم. قالت لكم الله يحفظ ليكم وليداتكم. وانا وجرا صايمه دعات معكم وهي صايمه تبارك الله الله يحفظها والله يحفظ ليكم وليداتكم كما قالت لكم انواج ياك الحبيبه. ودرت هاد جو دورونج راه قبيله عصرتو ما وريتوش ليكم. ودرت هاد الفريز بالليمون حتى هو كليه في موتزاريلا. شوفوا شحال حكات لي نحيدينش ايوا. ودابا ملي كنت كنعصر في الفريز هو يشاط ليا هاد الشويه. شوفوا شحال شاط ليا هاد الشويه هنايا هاو. وانا نقول لها حلي حلي فمك انواج وهي تحل مسكينه فمها تمي تغادلا بالكاس وهي باقا كاع ما شربت. وانا نقول لها بغيتي تشربي قالت لي قلت لها راكي صايمه قالت لي اويلي. اش فيك الحلوه بابا جيب با سوري يا حبيبي. مرحبا بكم يا العزيز يا الغالي. قلت لك مزيانه فيك. مزيانه شوفي 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 اش درت لك حيتي صايمه اليوم. اوه داكشي غزال تبارك الله. مرحبا بكم يا الورد والوريدات صحة فطوركم. شوفوا الحق تاع السطيله باقا خازنه البنت. يلا خليكم معنا حتى العشاء. السلام عليكم ومبروك عواشركم وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي وباش ما اي حاجه صافي داخت. الله يسهل عليكم الله يرضى عليكم الله يلمع الراس دارني. ايوا بعدا بديت لكم بالضحك وبديت لكم مبروك عواشركم اخوتي الورد والوريدات العزاز الغاليين. تحياتي لكم كبيره والجزائر وتونس وجميع المدن والدول. اما نبغيش نذكر السميات باش ما يتفقع عليا حتى شي واحد. كلكم راكم عزاز وغاليين ومرحبا بكم. شوفوا البخور راه هادشي اخوتي راه العود القماري طالع راه هو طالع طالع مالك رشيد. مرحبا بكم وعندي بنياتي فطروا عندي الله يخلي لكم بنياتكم. وهذه هي المناسبه الكبيره ليله ليله 27 اللي الناس كتجمع كتمشي عند اللي عنده الحباب عنده والديه الله يخليهم ليه اللي ميت الله يرحمهم. اللي عنده الوالدين ميتين يتجمعوا مع الخوت الله يرحم جميع الاموات والله يشافي مرضانا والله يحل عليكم البيبان والله يسهل على البنيات اللي محرومين من الذريه الصالحه. يا ربي تحل احزانكم. وهذه الليله ليلة القرآن وليلة الصلاة وليلة ذكر الله الله يعمر ربي يحل عليكم البيبان الله يعمر ربي يعطيكم يا ربي باش تفرحوا يا ربي. تسمعوا إن شاء الله رمضان الجاي لقاكم تسمعوا كلمة ماما. كل من طالبة وكل من محرومة من الدرية الصالحة وكل شيء البنيات كيدخلوا عندي وكيقول يدعي معانا بغيت ربي يحل أحزابكم
بغيت ربي يحل عليكم البيبان، بغيت ربي يسرح طرقانكم، بغيت ربي اللسان يا ربي يحفظكم ربي، محفظ لسان ما بين سنين. اللهم ومرحبا بكم معنا خوتي وخواتاتي، وصلة الرحيم واجب علينا بالعواشر ولا بلا عواشر، ضروري الانسان يزور الحباب ويزور الخوت والخواتات. مرحبا بكم معنا، هادشي اللي قسم الله. بنيتي تقدات ليا تقاديه، وبنتي الاخرى جات هي وراجلها وجابوا لي العواشر. هذا هو التقاليد ديال المغاربه، الوالدين كيفرحوا ولو غير حاجه بسيطه، واخا يكون عندهم واخا هذا كيفرحوا بالبنيات ملي يدخلوا عليهم. هكا كنا مع والدينا، والله يخلي لكم والديكم واللي ميتين الله يرحمهم. ومرحبا والف مرحبا، تحياتي لكم كبيره، ومبروك عواشركم، باركوا الوريده مبروك عواشركم، مبروك عواشركم بالصحه والسلامه، مبروك العيد مسبقا. انا على مريم باش منيت ان شاء الله، مبروك عواشركم، مبروك عواشركم. وانتي مبروك عواشركم. وانا مبروك عواشركم. انا واش قولي للوريدات مبروك العواشر. مبروك عواشركم. يلا بسلامه، ماشي بسلامه، بلاتي يخليكم معنا حتى تحطوا الصفه ان شاء الله. غادي نحطوا حيت درنا اليوم الدجاج، هذا غادي تشوفوا داكشي اللي قسم الله، كتب الله اللي قسم الله راحنا حطيناه. وما بغاوش ليا اليوم اخوتي الكسكسو، قال لك العيد غنديروا الكسكسو اليوم ثاني الكسكسو. ما كاينلاش العيد ان شاء الله نديروا الكسكسو، ما كيكونش شي ما كلينا جوج مرات ما غن. الله يخليكم ليا اخوتي، يلا على بنتي دار الله صايمه اليوم، الله يكمل عليها بالخير، ودرنا لها الحنه ودرنا لها اللبسه. الله يخلي لكم بنيتاتكم ووليداتكم، وعواشر مبروكه، ودعيوا معاها اللي شاف الفيديو يدعي معاها، الله يحفظها ونعوذ برب الفلق. يا بصحه انواج.